اي احد عنده مهندس كمبيوتر بالبيت شو يسوي؟ يقول له انت مهندس كمبيوتر مفروض تصلح التلفزيون ولا تعرف تشبك يوتيوب بالتلفزيون وتعرف تصلح التليفون والريسيفر، بس هذا مو هندسة كمبيوتر. شنو هو تخصص هندسة الكمبيوتر؟ تخصص هندسة الكمبيوتر يعتبر هو المقدمة المثالية لك في العالم الجديد. ففي جيلنا الجديد سنة 2021 وصاعد راح تكون اللغة الأساسية اللي يتعلمها أي طفل هي لغة البرمجة، بعيدا عن اللغة الإنجليزية واللغة اللغات الثانية. لغة البرمجة راح تعتبر هي رقم واحد بالعالم، والحين مدارس بأمريكا قاموا يعلمون برمجة، فهذا الشيء راح يعتبر جدا أساسي في تخصص هندسة الكمبيوتر، راح يعتبر مقدمة لك جدا شاملة لجميع مفاهيم الكمبيوتر المهمة، وتعطيك من كل بستان زهرة. عندنا تخصصات كمبيوتر مختلفة بالجامعة مثل علوم الكمبيوتر في كلية العلوم وفي كلية العلوم الحياتية، وعندنا أيضا في كلية العلوم الإدارية عندنا تخصصات كمبيوتر بسيطة، لكن تخصص هندسة الكمبيوتر خلنا نعتبره هو المركز اللي ياخذ من كل بستان زهرة، وفي عنده تخصصات هندسية أخرى. دشين الحين تخصص هندسة الكمبيوتر، أول شيء نشوفه قدامنا هي مواد الفاونديشن، وهي مواد مقدمة في الهندسة ياخذها أي مهندس ثاني مثل الرياضيات والفيزياء والإنجليزي وغيرها. بعد ما نخلص هذه المواد تقريبا أول سنة أول سنة ونص، في ناس تاخذها على الراحة أول سنتين، ندش عاد على مواد الهندسة. ففي مواد عامة بالهندسة ناخذها احنا كمهندسين كمبيوتر، ياخذونها أي مهندسين ثاني مثل نيوميريكال ميثودز ثيرموداينامكس وغيرها عاد من المواد اللي راح تجيكم. بعدين في مواد ياخذونها مهندسين الكمبيوتر لها علاقة بهندسة الكهرباء، في عندنا 3-4-5 مواد ناخذها مع هندسة الكهرباء عشان نقدر نفهم الجانب الكهربائي حق الكمبيوتر. بالنهاية الكمبيوتر يتركب على كهرباء، فنحتاج نعرف شلون هذا الكهرباء قاعدة تتحول إلى كمبيوتر، شلون قاعد أطلع صور وأدز سنابات وغيره. فهني لازم نعرف شلون الكهرباء تكون مفيدة بالنسبة لنا. فهذا الشيء يجيبنا حق جانب الأول من تخصص هندسة الكمبيوتر وهو الهاردوير. شنو يعني هاردوير؟ من ناحية الكمبيوتر شلون يشتغل مع الكهرباء، عشان كذي احنا نحتاج ندرس مواد كهرباء عشان نفهم الهاردوير شلون قاعد ياخذ الكهرباء ويحولها إلى شيء يقدر يستوعب برامجنا، يقدر يستوعب الويب سايتس، يقدر يستوعب جوجل كروم، يقدر يستوعب سناب وإلى آخره. فهذا هو جانب الهاردوير. لكن الأشياء اللي تونا قلنا عنها شنو هي؟ سوفتوير، الهاردوير، السناب، جوجل كروم والبرامج هذه كلها شنو نسميها؟ نسميها سوفتوير. فالسوفتوير يشتغل على الهاردوير، والهاردوير يحتاج إلى كهرباء، فتلاقون أن هي شبكة متكاملة تحتاج أن إحنا نتعلم واحدة واحدة منها. فالسوفتوير راح نتعلم شنو هو التفكير المنطقي اللي إحنا كمهندسين كمبيوتر نستعمله عشان نبرمج. وأنتم مثل ما أنتم عارفين البرمجة راح تعتبر من أهم اللغات اللي الشخص يتعلمها بسنة 2021 وصاعد، في الحين بلدان بأمريكا قاعدين يعلمونها اليهال بالابتدائي من كثر ما هي تعتبر جدا جدا مهمة. فراح نتعلم الجانب البرمجي، وراح نتعلم يمكن لغتين ثلاثة وندش فيهم شوية بالعميق وندش بتفاصيل متقدمة فيها. بعدين نتكلم عن طريقة التواصل ما بين الكمبيوترات مع بعض، طلع عندنا الانترنت وصار عندنا طرق تواصل، شلون قاعد تندز الداتا في أشياء تحت البحر، في اللي يقول لك قمر صناعي وما أدري شنو، هذا كله راح نفهمه مع القسم الثالث وهو قسم النتوركينج أو قسم الشبكات. فتقريبا إذا بقسم الكمبيوتر حق أقسام كقسم هندسة الكمبيوتر بروحه بعيدا عن الكهرباء والهندسة والمقدمة، راح أقول الكمبيوتر راح يعتبر 3 أقسام: قسم الهاردوير، قسم السوفتوير، وقسم الشبكات. وفي قسم رابع اللي هو خلينا نقول قسم الكلام، بحيث إنه في مفاهيم منطقية بس، أو مو مفاهيم منطقية، مفاهيم إدارية، مفاهيم مهمة لازم تعرفونها بهندسة الكمبيوتر، تعتبر يمكن شيء مادتين ثلاثة اللي يعطونكم أساس جيد. أكبر غلط ممكن يسوي مهندس الكمبيوتر إنه يحفظ، جريمة بحق هندسة الكمبيوتر. هندسة الكمبيوتر عبارة عن منطق، خلينا نقول 90% عشان لا نظلم الجزء الحفظ اللي فيها، فيها حفظ بسيط لكن يشملها أو يغلبها الفهم. البرمجة ليست حفظ، جريمة إذا أنت تبي تحفظ كود معين يسوي عملية معينة. عشان كذي هندسة الكمبيوتر ما في شيء اسمه هذه المسائل راح يجي واحدة منها بالامتحان، لأن الكمبيوتر مو عبارة عن مسائل وأحفظ طريقتها ولا أحفظ معادلات، ما في معادلات أحفظها وأدش الامتحان وأتذكر المعادلة.
الموضوع عبارة عن منطق، إذا فهمته صح وتدربت عليه خلاص أي مسألة تيني أنا عارف أتعامل معها. فهذا الشيء يخلي عند المهندس الكمبيوتر الطاقة خلينا نقول أو القدرة إنه يقدر يسوي أشياء وهو فاهم أكثر من يمكن أي تخصص ثاني. والجميل بهندسة الكمبيوتر إنه في كوميونيتي بالإنترنت، فتقدر أنت تتعلم من الناس، في ناس تسأل وفي ناس تجاوب، والمصادر جبارة بكل أو أغلب خلينا نقول التخصصات، والخاصة فيها تخصصات الكمبيوتر، ونقدر نخص بالذكر فيها التخصصات البرمجية اللي فيها برمجة وغيرها. وآخر شيء أبي أذكره عن هالنقطة تحديداً إن هندسة الكمبيوتر ما فيها فيزياء ورياضيات نفس أي تخصص ثاني. الرياضيات اللي راح تكون فيها جداً بسيطة، والفيزياء اللي تكون فيها تكون في جانب هندسة الكهرباء بشكل أكبر. أما كتخصص هندسة الكمبيوتر مواد الكمبيوتر، فتكون الفيزياء والرياضيات اللي فيها تقريباً جداً جداً ضئيلة. فيعتبر تخصص هندسة الكمبيوتر تخصص نحتاج نفهم ما نحفظ، وأيضاً تخصص عملي بحيث أنك أنت تفهم وتطبق على طول. ما في شيء اسمه كلام نظري وما راح استفيد منه. في بعض الأشياء اللي قلنا عنها اللي هي المواد الإدارية أو المواد اللي تفهمك طريقة عمل الكمبيوتر أو طريقة الأخلاق الكمبيوتر، هذه الأشياء راح تكون أكيد فهم، لكن باقي المواد تعتبر مواد عملية ومواد فهم. مهندس الكمبيوتر يطب ويتخير وين ما يبي يتوظف. أول شيء بالنسبة حق القطاع الحكومي، عندنا كل القطاعات الحكومية عندها سيستمز، لو تدشون مثلا قطاع حكومي ولا وزارة ولا غيره راح تلاقون أن الموظفين عندهم كمبيوتر ولا لابتوب مشبوك بواير ومربوط بسيستم، يطقونه هني يروح يوصل هناك عندهم. فشلون هذا الشيء يصير؟ أول شيء عندنا مبرمجين اللي يسوون السيستم، وثاني شيء عندنا الناس المسؤولين عن الشبكات، وهذا كله احنا نتعلمه بهندسة الكمبيوتر. فالأماكن الممكن الشخص يتوظف فيها بالحكومة ممكن تكون وزارات، قطاعات حكومية، الكهرباء والماء، ممكن سترة، وايد قطاعات حكومية، وأيضا بالنسبة حق القطاعات النفطية عليها طلب جدا شديد على مهندسين الكمبيوتر، خاصة الناس اللي ممكن يركزون على الجانب البرمجي بشكل أكبر. بالنسبة حق القطاع الخاص، القطاع الخاص فيه طق جدا جدا كبير على مهندسين الكمبيوتر. ليش؟ القطاع الخاص يحتاج ان هو يحفظ اموال بشكل اكبر مقارنة بالقطاع الحكومي، فبالتالي يحتاج ان يوظف ناس اقل. فشو ممكن يوظف ناس اقل؟ يستبدل الناس بروبوتات، مو روبوتات صجية بس بانظمة اللي هي انظمة الكمبيوتر اللي ممكن تسوي الاشياء بشكل تلقائي، ما له داعي انا اروح اوقع الورقة واوصل حق فلان واديها ما ادري شنو فولدر ملفات، هذا كله اقطع على جنب، اروح اسوي له سيستم بالكمبيوتر ياخذ البيمنت والدفع كله يصير اونلاين، وهذا كله يصير اوتوميتد وما احتاج الا موظف موظفين. فبالتالي القطاع الخاص عليه طلب جدا 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 كبير على مهندسين الكمبيوتر، وخصوصا اللي يركزون على الجانب البرمجي. واخر شغله، مهندس الكمبيوتر يتميز عن اي تخصص ثاني بحكم انه هو يقدر يوظف نفسه بنفسه، يعني ما يحتاج الى وظيفه اذا اشتغل على نفسه. انا ما راح اقول انت تخلص هندسه الكمبيوتر توظف، ما داعي توظف، لا، اذا اشتغلت على نفسك صح هندسة الكمبيوتر راح تعطيك الدعامة والقوامة انك انت تقدر you start your own business، بحيث انك انت تسوي لك شركة او تسوي لك خلينا نقول جروب، وتقول حق الناس تعالوا انا اسوي لكم برامج ولا اسوي لكم مواقع بعقود معينة، وتروح ممكن تطلع لك بالشهر ممكن 800 اول مرة، بعدين 1000 2000، وتصير تطلع لك مدخول خلينا نقول جانبي. ممكن تتوظف قطاع حكومي وتروح تسوي لك برامج مثلا على جنب، تروح تطلع لك فيها ممكن 3000 بالشهر ولا 2500 ولا غيره، وعرف ناس شخصيا ممكن يطلعون اكثر من هذا الرقم بالشهر. فتخصص الكمبيوتر مثل ما قلنا هو تخصص شامل، ممكن انت توظف باي مكان، حكومه، خاص، وايضا ممكن انت تكون موظف نفسك بنفسك وتعمل كفريلانسر.